استقبل قداسة البابا تودروس الثاني شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية المرقسية صباح يوم الأربعاء في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. استقبل الإمام الدكتور أحمد الطيب وفد رفيع المستوى من الأزهر للتهنئة بحلول عيد الميلاد. ضم الوفد أيضا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور صلاح عباس وكيل الأزهر، وعباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والشيخ صبري ياسين وكيل أول وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الدكتورة نهلة الصعيدي وكيل كلية الدراسات الإعلامية، وأيضا رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر. معنا في هذا الشأن الدكتور فوزي هرمينة الناشط الحقوقي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير هاني باشا، أهلا كل بحضرتك. سنة وانتم يعني طيبين. متشكر جدا لحضرتك. يعني الآن بنجد تهاني وبنجد كلمة من أحمد الطيب اللي بيقول وعبر عن سعادته في هذا البيت الكبير للعبادة، ودي كلمة يعني قلما أن يستخدمها شيخ الأزهر، ويعني اتكلم عن سعيه هو ووفد الأزهر والمؤسسات الدينية ورموزها في مصر في تقديم التهاني بحلول ميلاد السيد المسيح. بيقول أنه يقدم التهنئة ومشاعر الود والأخوة والمحبة والتسامح كأبناء وطن واحد وشعب واحد، لا نأتي بدافع الوحدة الوطنية بل لدواعي دينية لزيارتنا، وتهنئتكم واجب ديني علينا. إيه رأي حضرتك في هذا الكلام؟ حضرتك قبل ما أبدأ في الموضوع أنا عايز أهل العالم كله بمناسبة العام الجديد، جميع البشر دينيين ولا دينيين، مسيحيين مسلمين هندوس بوذيين، كلهم نتمنى لهم كل خير وكل سلام وتكون سنة سعيدة على الجميع. وحضرتك دي بالصحة. رقم واحد. اتفضل. رقم اتنين، النهاردة مجلة الايكونومست الشهيرة الرصينة كاتبة تقرير عن الأقباط، وسبعة يناير ملخصه بيقول 7 يناير سيحتفل الأقباط بعيد ميلاد حزين. حقيقي. أكبر جماعة مسيحية في العالم العربي تواجه القنابل والرصاص والإهمال، لقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة القوانين التي تعدهم بالمساواة، وحتى حق الأقباط في العبادة محدود جدا. دي الإيكونومست. في برضو معلومة تانية من خلال برنامجك الشهير لكنيسة ميلاد السيد المسيح، انه العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة بيقول الدولة لم تدفع شيئا في بناء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية. يعني أنا كان لي طلب صغير قبل ما أتكلم على زيارة الشيوخ. يعني أولا يعني بمناسبة الأحداث، إحنا كان نفسي وأملي إنه قداسة البابا يصلي العيد مع مهجري العامرية والعريش والمنيا وأسر الشهداء في الدير، لأنه لسه الدم سخن، ما يصحش. يعني المفروض الأب يحس بأولاده ويراعي شعورهم. كمان برضو لي رجاء من خلال هذا البرنامج، يعني لا يجوز ولا يليق في صلاة العيد وبيت ربنا، ببيتك يا رب تليق القداسة، ببيتك يا رب تليق الصلاة، إن أنا سقف وزغرت وأولادي بيتدبحوا وبناتي بيتخطفوا. يعني المفروض بقى نحترم نفسنا شوية عشان الناس إيه تحترمنا. كمان في حتى جرى العرف إنه البابا على مجرى العصور ان هو صوت الاعباط وصوت الكنيسه داخل الدوله. حاليا اصبح الاعباط صوت البابا، اصبح صوت الدوله داخل الكنيسه، المتحدث الرسمي للدوله داخل الكنيسه،
المتحدث الرسمي للدولة بره في التجمعات القبطية. فرجل الله الحقيقي يكون مكرس للعبادة ورعاية شعبه بالحق والتمام والكمال. أدخل بقى في موضوع حضرتك وسؤال حضرتك اللي وجهته لي. أولا هذه الزيارة زيارة بروتوكولية روتينية لا تقدم ولا تؤخر من الأمر شيء. أنا لا تعنيني زيارات، الذي يعنيني تطبيق القانون وتطبيق المواطنة ودولة المواطنة. أيوه. الذي يحكم الكنيسة حاليا الأزهر، الذي سن قانون بناء الكنائس وهو اللا بناء خرج من الأزهر. الأزهر هو الذي يقرر ماذا تفعل الكنيسة وماذا لا تفعل. فماذا يعنيني من هذه الزيارة إلا نظام خداع ورسالة موجهة للعالم الخارجي غير حقيقية بالمرة. أنا أطلب من رئيس من شيخ الأزهر أن يشجب صراحة ما يحدث للأقباط ويكفر ما يحدث للأقباط وينعته بأنه لا يمثل أي دين من الأديان بصلة. أما أنا دلوقتي مش عارف أصلي وممنوع أصلي وفي نفس الوقت أو بناتي بتتخطف أولاد بيضطهدوا ومفيش محرومين من جميع المناصب الحساسة في الدولة. أنت قلت لسه حضرتك بتتكلم عن اللجنة اللي هو أنا بنسميتها بيت العيلة المعدل موديل 2019. أيوه. أنا لا يعنيني بيت عيلة ولا أنا يعنيني تفعيل القانون وبدل مشكل لجان في مادة في الدستور مهملة تماما اللي هي عدم التمييز وتجريم التمييز. لماذا لا أفعل هذه المادة؟ هذه المادة ستوئد وتنهي كل اضطرابات طائفية، لأن هذه المادة الفعالة والمهمة وأهم مادة في الدستور لا تفعل على الإطلاق. عموما يعني هذه الزيارة يعني شكلها العام كويسة، لكن في حقيقة الأمر هذه زيارات روتينية بروتوكولية لا تقدم ولا تؤخر. احنا مش عايزين الشعب بدا يمل من ظهور شيخ وقسيس والاحضان والبوست، الكلام ده خلاص عصى عليه الزمن. أيوة. احنا عايزين دوله حديثه، دوله قانون، دوله مواطنه، دوله سياده القانون، فصل تام وبات الدين عن الدوله، تحرير الدوله من الدين وتحرير الدين من قبضه الدوله. بدون ذلك لا يمكن أن تنهض مصر خطوة واحدة. طريق التقدم معروف وطريق المواطنة معروف وطريق الحرية معروف. فأنا مش عارف يعني احنا بقالنا سنين من 25 يناير للنهاردة واحنا محل خسر، ما اتخذناش خطوة للأمام، احنا بنهرج بمعنى كلمة تهريج، ما وصلناش لأي خطوة حقيقية. ومش عارف اقول لك في النهايه لما الله يعني وصلنا لمرحله لانه مش عارف يعني العالم كله عارف اللي بيحصل عندنا واحنا بنقول نعيش اجهى العصور. مش عارف انا عندي كم بنات موهول مخطوف. ايوه. ما سمعتش من ابويا الكبير يطالب برجوع بنت واحده من البنات الضايعه. كيف يكون اب وبنته ضايعه؟ ومش بنت، ده آلاف البنات. لماذا لا يتمسك برجوع جلسات النصح والإصلاح؟ لماذا لا يعلن نحن جماعة مضطهدة أو مضغوط علينا؟ أما نقول إحنا نعيش أجهى العصور وكل كلام يعني لدرجة العالم بدأ يحتقر الأقباط لأن قيادات الأقباط بتطلب تصريعات بعيدة عن الواقع. فلا يجوز. أنا مرة قريت إنه سيناتور أمريكي يقول بعض الأقباط بيرتب تصريحات لا تمت للواقع بصلة. كلام في منتهى الخطورة. أيوه. المطلوب يعني نتمسك، نحن جماعات ليست معارضة للنظام، نحن مع النظام ونعضد النظام بهذا الوضع لأن احنا مع دولة القانون ودولة سيادة القانون ودولة المواطنة والدولة المدنية الحديثة. هل هذا خطأ؟
نحن هذه الاراء بتاعتنا التي تحافظ على مصر وتحفظ مصر من الاضطرابات والتفكك والمؤامرات الخارجيه وكله. نحن الاساس القافله التي تقود مصر الى المدنيه والحداثه والدوله المحترمه، دوله المواطنه، دوله تداول الحكم وتداول السلطه. لكن انا ان اقابل في المواسم والزيارات والاعياد واقابل التصريحات والواقع مرير 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 مرير، يعني اشبه بجرح في غرغرينا ولف برباط شاش نظيف ابيض ظاهريا جميل المنظر، لكن بمجرد ما انزع الشاشه ديت الاقي منكن من جوه. حضرتك من يومين انه في ميدان الكوربر في مصر الجديده ارقى مدينه القاهره شجره عيد الميلاد حطموها. هذا يحدث في ارقى مدينه القاهره، فما على بالك بالكسور والنجوع والقرى. أيوة. لمؤشر خطر. هذا الذي حدث في ميدان الكوربر وتكسير شجره الميلاد اخطر مليون مره من تفجيرات تحت في مصر، ليها مردود عكسي على وضعيه مصر وسياحه مصر. لو نحن دولة فيها عقول مفكرة احتفل ليلة عيد الميلاد على سطح الاهرامات ويذاع لكل العالم، تعمل تنشيط سياحة ورواج اقتصادي و الى اخره. لكن هذه العقليات التي تقود وتحكم وتتحكم مغيبة تماما بالفكر الوهابي والفكر الداعشي والفكر الظلامي والفكر المتخلف. ايوه للاسف للاسف. هل حضرتك تحب تضيف اي شيء اخر قبل نهاية المكالمة؟ أحب أنه يجب احترام دماء شهداء أبنائنا، يجب أن تكون صلاة العيد قاصرة الصلاة فقط، وعدم استقبال المهنئين وعدم زغاريت وتزقيف وهيصة وزنبليطة في الكنيسة. ما يصحش ما يصحش ما يصحش. يجب نحترم الناس. احنا لسه الراجل وابنه في المنيا ما كملش الأربعين يوم بتاعته. أيوه. وغيره وغيره وغيره. أيوه. يعني احنا بنهمم لكنيسه العاصمه الاداريه الجديده. انا لا تعنيني هذه الكنيسه، انا عايز كنيسه في كل قريه وفي كل كفر للغلابه واللي مش لاقيين واللي بينتقلوا بال 10 كيلو متر عشان يروحوا يصلوا. ده حقيقي. الطريق بيتعاكس وبيتبهدلوا. اما العاصمه الاداريه الجديده دي خليها لا تعنيني في اي شيء حاليا. ايوه. اما انا اطبل وهلل واسوق للنظام الذي يفترض شعبي انه هذا النظام بيبني لي كنيسه، والمتحدث الرسمي باسم العاصمه الاداريه الجديده يقول انه الدوله ما دفعتش مليم واحد في هذه الكنيسه. للاسف ده حقيقي، للاسف ده حقيقي. متشكر جدا لمكالمه حضرتك الدكتور فوزي هرمينا الناشط الحقوقي من مصر. معنا ايضا على التليفون بنت الرب، مداخله من احدى المشاهدات، اتفضلي. الو مساء الخير يا استاذ هاني. اهلا مساء النور، اتفضلي. انا بس كنت عايزه الفت نظر الشعب المصري كله ان اللي بيحصل ده كله عباره عن اجنده محطوطه بكل اتقان وفي الوقت المناسب. تهنئه شيخ الازهر بعد كل الاصحاحات اللي كان بيقولها قبل كده وتذكرنا و و و و لما يجي يهني دلوقتي دي علشان لما يجي العيد يبقى في تهنئه وفي تسقيف للرئيس في الكنيسه وفي اعلام تتحط بس خليني اقول لحضرتك حاجه. يعني هو كلامك سليم تماما ان هو كل اللي بيحصل الان في المشهد داخل مصر والمواقع والاخبار والتعتيم الاعلامي هو لامتصاص غضب اللقباط، لكن ما ننساش برضو ان اللي رايحين باحتفالات عيد الميلاد واللي هيستقبلوا السيسي في زيارته هم اصلا جايين بدعوات مطبوعه خاصه بالاسم مش عامه الشعب. ما هو بالظبط، يعني الرئيس السيسي طلع قرار والقرار ده مش كامل على اللجنه اللي هتتعمل وحقوق الاقباط وما حدش يجي جنبهم، ما كل ده لماء الوجه يعني علشان لما يخش الكنيسه يحصل التسقيف، لانه هو عارف ان العالم كله شايف حقيقه الوضع في مصر ايه. ايوه. فدي حاجات بتتحط مؤقتا لغايه مع العيد، العيد ما يمر كل حاجه هترجع زي ما كانت. ده حقيقي. بس للاسف
القيادات الكنسية عندنا مش لاقيه لها تعبير معين، بس يعني انا بارجو ان بدل الكنيسه الهيلمان اللي بتصلي فيه في تكييف وورد وزواق وناس وسكيورتي بيدافعوا عنك وبيحموك، روح انزل المنيا وعيد معاهم هناك مع اولادك اللي انت المفروض موجود على الكرسي ده عشان تحميهم وتحافظ عليهم، وانت موجود عشانهم، عشان دول. روح صلي مع الست اللي فقدت جوزها وابنها، مش تبقى انت قاعد في مكانك بالتكييف بالهلومة اللي حواليك وتجيبهم لغاية عندك وهم يا عيني يعني، وهي الست موجوعة في قلبها، اي تجيبها لغاية عندك انت والتصوير والكاميرات وتبتسم وتضحك وتديها يعني حاجة مش لاقية لها تعبير. بس المفروض نصحى بقى، نصحى يبقى عندنا قوة إرادة ونسمع كلام ربنا أكتر من الأشخاص، ومحدش يملي علينا إيه اللي نعمله، علشان إحنا بقى منظر البلد وحش. ده يعني حقيقي. الحاجة تتعمل عشان المفروض تتعمل، مش عشان الناس تفتكر والعالم تشوف. العالم شايف الحقيقة، أيوة. العالم شايف الحقيقة يا سيادة الرئيس، شايفين الحقيقة اللي أنت فاكر اللي هما مش شايفينها، وبتضحك على نفسك وبتضحك على شعبك. أيوة ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لبنت الرب إحدى المشاهدات، طبعا بزيارة شيخ الأزهر ومعه وزير الأوقاف ومعه مفتي الجمهورية ومعه صلاح عباس وكيل الأزهر ومعه عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء، ده اللي كان مفروض تم تجديد الفترة الجديدة له منذ عدة شهور، وكان في بعض الناس بيقولوا إن الرئاسة يعني شككوا هتوافق ولا ما توافقش، لكن عباس شومان ظهر في هذه الزيارة وفي صور هذه الزيارة، كان معهم الدكتور محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر اللي فيها المناهج اللي محافظة على التراث السلفي أو تراث السلف الطالح اللي بيصدر أحكام وممارسات للتعامل مع الأقباط، وده اللي بينساق وراءها بعض البسطاء من الطلبة الأزهريين والشباب، وبعدها بنشوفها في اعتداءات ضد الأقباط خصوصا في نجوع مصر. أيضا كانت معاهم الدكتورة نهلة الصعيدي وكيل كلية الدراسات الإعلامية والسيد دغش محمد رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر. الكنيسة زي ما قلت أمام حضراتكم منذ دقائق أن الكنيسة رحبت بهذا اللقاء وبكلمة شيخ الأزهر اللي قال فجأة إن إحنا لسنا أهل ذمة، الأقباط ليسوا أهل ذمة. بيسعدني، ده على لسان شيخ الأزهر، أن أسعى ومعي وفد الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية ورموزها في مصر نقدم التهاني بحلول ميلاد سيدنا المسيح، ونسعى إليكم لتقديم التهنئة، نحن نقدم لكم التهنئة ومشاعر الود والأخوة والمحبة والتسامح كأبناء وطن واحد وشعب واحد. لا نأتي بدافع الوحدة الوطنية بل لدواعي دينية لزيارتنا، وتهنئتكم واجب ديني علينا. ابتدى يتكلم عن وصايا الرسول والوصايا من القرآن عن الصلة العضوية بين الإسلام والمسيحية واليهودية، سواء على مستوى مضمون الرسالات أو مستوى الرسول أو على مستوى الكتاب الذي بشر به الأنبياء السابقون. اتكلم عن أهمية التوراة والإنجيل ووصفهما بأنهم هدى ونور طبقا للقرآن، وأن القرآن ينضم إليهما في الجزء الأخير من الهداية، هكذا قال شيخ الأزهر. رحب يعني قداسة البابا تودروس بهذه الزيارة وعبر عن ترحيبه وخالص شكره وتقديره للتهنئة القلبية الصادقة من فضيلة الإمام والوفد المرافق له. للأسف كل هذه التمثيليات والزيارة أصلا للإعلام والتصوير والنشر، والمواقع من داخل مصر نشرت وكأن واقعنا زي ما حضراتكم شايفين كده
يعني عايشين حياه حالمه وورود واستقبالات بالورود، بينما اهلنا الاقباط في قرى ونجوع وقرى مصر بيتضربوا بالطوب والحجاره ويتم الهجوم عليهم وعلى الكنائس، وتغلق الكنائس بالتنسيق مع الامن، يتم الهجوم على بيوتهم ومنازلهم وتكسير ممتلكاتهم ونهبها في اماكن كثيره من قرى ونجوع مصر. لكن ده الواقع، هذا التباين اللي بيحصل في المشهد داخل مصر الآن، تمثيلية بيقوم بيها، بروتوكول بيقوم بيه شيخ الأزهر والوفد الموافق له. لكن كان هناك من الجانب الآخر أيضا للأسف ترحيب من قداسة البابا، ومحدش عارف مثل هذه اللقاءات إزاي هتغير واقع اللقباط في الشارع في القرى وفي النجوع عموما. هنشوف مع حضراتكم تطورات وتغير المشهد داخل مصر في الأسابيع القليلة القادمة بعد مرور عيد الميلاد.